العقل صح؟ العقل، العقل هو الحاجة الوحيدة العقل اللي قول وقول وميز الإنسان باليدين والعمل باليدين. باليدين. الله ينور عليكم. طيب كده زياد او ليان كده تقول لي، هو احنا بنستخدم عقلنا في ايه؟ مش في التفكير ان احنا بنفكر بيه صح؟ يا بالتفكير. الله ينور عليك. عشان كده ربنا قال انا خلقت الانسان وجعلت الانسان هو اللي يكون خليفة على الارض، هو اللي يبدأ يعمر الارض ويصلح حال الارض. فنعمة ربنا على الانسان هو العقل. وانت صح، طب لما ربنا خلق الانسان، الانسان ازاي كان بيجيب اكله؟ الانسان ازاي كان بيجيب شربه؟ الانسان كان ازاي بيجيب الملابس بتاعته؟ بيقول لك تعالى بقى احكي لك قصة الانسان وازاي بدأت الحضارات وازاي بدأ الانسان حياته. في البداية الانسان كان بيعتمد في الاكل بتاعه على ايه؟ على ثمار الاشجار. ايه اللي بيحصل؟ المطرة بتنزل، والمطرة لما بتنزل بتبدأ تغذي الاشجار. الاشجار بتطلع مجموعة من الثمار كده الانسان يلتقطها ويبدأ يعيش عليها، ياكل عليها. طب الانسان لما يجي يلبس يا مستر بيلبس ايه؟ في البداية كده الإنسان ما كانش يعرف يعني إيه قطن، يعني إيه كتان، يعني إيه حرير. الله، أمال كان بيلبس إزاي؟ الإنسان من الحيوان، الله ينور ويعني من عليك. جلود الحيوان. إيه ده صح، الله ينور عليك. الإنسان لما كان بيصطاد مجموعة من الحيوانات كده كان بيقطع الجلد بتاعها ويلفه حواليه على إنه يكون لباس ليه. طب والمشرب الشرب بتاعه؟ لو الإنسان عايش جنب نهر فسهل إن هو يجيب ميه لأن النهر فيه ميه. طب افرض يا مستر إنسان مش عايش جنب النهر، بيبدأ يعتمد على الأمطار. المنطقة لما يكون فيها مطر غزير تعمل مجموعة من الأودية ويعتمد فيها على الميه إيه؟ بتاعته. هكذا هي بداية حياة الإنسان، إن هو بدأ يشغل دماغه، يشغل فكره، ويشغل إيده عشان يبدأ يوفر احتياجاته. ولكن يا أولاد مع الوقت كده الإنسان بدأ يكون حاجة اسمها الأسرة، الزوجة والأطفال، وبدأت احتياجاته تكتر تكتر تكتر. أكيد محتاج أكل أكتر، فبدأ يعمل اصطياد للحيوانات، يقوم باصطياد مجموعة من الحيوانات عشان يوفر الغذاء بتاعه. وكمان تعلم الزراعة، عرف الزراعة عشان ينتج الحبوب اللي يقدر يعيش عليها وياكل عليها. وهنا بيقول لك معلومة مهمة جدا جدا، حياة الإنسان اختلفت من حياة التنقل إلى حياة الاستقرار. يعني إيه يا مستر؟ يعني دلوقتي يا ولاد الإنسان كان دايما بيسعى إن هو يلاقي الأكل والشرب بتاعه. أي مكان فيه أكل وشرب كان الإنسان بيقعد فيه. طب افرض يا مستر الأكل والشرب هنا خلصوا، يبدأ يروح مكان تاني، يتنقل إلى مكان تاني عشان يدور على الأكل والشرب بتاعه، ويفضل هكذا يتنقل من مكان لآخر من مكان لآخر. ولكن ربنا أنعم على الإنسان بالأنهار، ولما لقى الأنهار زي نهر النيل، نهر دجلة والفرات، بدأ يلاقي جنبيها الأرض الزراعية، الأرض اللي يعرف يزرعها. وهنا الحياة اختلفت جدا جدا بالنسبة له، من حياة تنقل وترحال بيتنقل من مكان لآخر إلى حياة اسمها حياة الإيه؟ الاستقرار. كله معايا كده؟ طب معلش ممكن أعرف بس أساميكم عشان أدل عليكم كده. أنا معايا باسل، مين تاني؟ قولوا لي أساميكم. زياد، بس زياد أنت مش فاتح المايك. نعم تمام يا زوينة، اوكي. في حد تالت اللي هو اسمه مش مكتوب، نعرف اسمه. طيب يا ولاد في البداية كانت هكذا حياة الإنسان، حياة تنقل وترحال، ولكن انتهت بحياة اسمها حياة الإيه؟ الاستقرار. لما عرف المية وعرف الأرض الزراعية حياته اتغيرت جدا جدا، إن هو بيتنقل من مكان لآخر إلى الاستقرار والمعيشة. طيب أول حاجة عايز أعرفها في الدرس ده يعني إيه كلمة حضارة؟ الجو دلوقتي حر ولا برد؟ الجو إيه؟ حر صح؟ حر. حر. آه طيب حد يعرف لما الجو يبقى حر بنعمل إيه؟ نلبس الملابس الخفيفة. طب ماشي نلبس ملابس خفيفة. طب مش هقول لكم على حاجة، مش إحنا دلوقتي ممكن بعضنا مشغل مروحة وبعضنا مشغل التكييفات؟ صح؟ مش كلنا ماسكين موبايلات في ايدينا؟ مش كلنا عندنا شاشات؟ مش كلنا عندنا ثلاجات؟ صح؟ عارفين الحاجات دي كلها صح. بيسموها ايه؟ بيسموها حضارة. تاني، ايه الحاجات دي؟
الحاجات دي كلها بيسموها حضارة. انت جايز تكون قاعد وتسمع كلمة حضارة، تسأل نفسك يعني ايه كلمة حضارة؟ كلمة حضارة يعني تقدم. انت لما تيجي تسمع كده عن دول اوروبا يقولوا لك امريكا واوروبا والمانيا وفرنسا، يقول لك دي دول حضارية. يعني ايه دول حضارية؟ يعني دي دول متقدمة. عشان كده في تعريف عندك في الدرس الاولاني اسمه الحضارة. يعني ايه حضارة يا اولاد؟ قال لك الحضارة هو كل ما اوجده الانسان، اوجده يعني صنعه، يعني اللي عمله الانسان لسد احتياجاته. يعني انا احنا دلوقتي قاعدين والجو حر، جه باسل قال بس انا هخترع ايه حاجه ترطب علينا. هتخترع ايه؟ قال انا اخترع الايه المروحه. حد تاني قال انا اخترع تكييف. مش كده الاختراع ده الانسان هو اللي عمله عشان يسد بيه احتياجاته؟ ايه احتياجاته؟ هو عايز يتغلب على الحر، هو مش مستحمل الحر، مش عايز يقعد في الحر. هو هيبدأ يبتكر حاجة أو يخترع حاجة عشان يسد بيها إيه؟ احتياجاته. سواء الحاجة دي مادية، مادية يعني إيه؟ ملموسة، أو غير مادية بتكون معنوية. وجميع الحضارات تنتج من تفاعل الإنسان مع بيئته. تاني أفهم المعلومة تاني والتعريف ده أعرفه تاني. يعني إيه كلمة حضارة يا أولاد؟ هو كل ما أوجده الإنسان. يعني إيه؟ أي حاجة يا مستر الإنسان هو اللي صنعها. طب والإنسان صنعها ليه؟ عشان يشبع احتياجاته يا مستر. الإنسان اخترع المروحة والتكييف عشان يتغلب عن الحر، الإنسان اخترع الكرسي واخترع الكنبة واخترع دول عشان يقدر يجلس عليها، السرير، هكذا. كل دي أجزاء من الحضارة. اخترع الموبايل، الإنترنت عشان يسهل التواصل بينه وبين الآخرين، التليفون، المصباح الكهربي. كل ده حضارة. كل ده إيه؟ حضارة. سواء كانت مادية، مادية يعني ملموسة تقدر تلمسها بإيدك، أو غير مادية. وعموما يا أولاد الحضارة تنتج عن إيه؟ عن تفاعل الإنسان مع بيئته. الإنسان في البيئة اللي بيقدر يكون عايش فيها يبدأ يبتكر ويبدع ويقدر يصنع إيه؟ حضارة. حد فيكم كده يعرف يقول لي إيه أكتر دولة عربية فيها حضارة دلوقتي؟ البحرين طب ممكن نروح كده للإمارات؟ لو حد فيكم كده راح زيارة للإمارات هيلاقي إن الإمارات أكتر دولة عربية بدأ يحصل فيها حضارة. أنت بتمشي في الإمارات بتلاقي كل حاجة ماشية بالتكنولوجيا، عربيات بتمشي بالتكنولوجيا. أنت دلوقتي ممكن تشتري آيس كريم من إنسان آلي، مفيش إنسان، أنت بس. يمكن نوبة قطر استاذ. وقطر، الله ينور عليك، دول الخليج، الدول دي بدأت تظهر فيها حضارة بشكل كبير، وإن هم بدأوا يستخدموا التكنولوجيا في حياتهم. كل ده من اجل ايه؟ ان هم بيسدوا احتياجاتهم. زياد، زوينة، ابراهيم اكيد مش سامعني عشان الميكروفون عنده. كلكم سامعني؟ لو في حد مش سامعني يقول، او حد مش فاهم حاجة يقول. تمام؟ يبقى تاني اول حاجة عايز اعرفها في الدرس ده ان ربنا انعم على الانسان بالعقل والايد، والعقل اللي هو بدأ يستخدمه فيه التفكير. وحياة الإنسان بدأت تتغير. إزاي بدأت تتغير؟ الإنسان في بداية حياته كان عايش حياة اسمها التنقل والترحال، ولكن بعد كده عرف حياة اسمها حياة الإيه؟ الاستقرار. طب يعني يا مستر يعني إيه كلمة حضارة؟ قلنا الحضارة هو أي حاجة بيصنعها الإنسان عشان يسد بيها احتياجاته، سواء الحاجة دي مادية أقدر ألمسها أو غير مادية. والحضارة دي يا مستر بتيجي نتيجة تفاعل الإنسان مع إيه؟ مع بيئته. طيب تعالى يا مستر كده نتكلم على حاجة اسمها المراحل الحضارية، المراحل اللي عدت على البشرية. سامعيني يا ولاد؟ المراحل الحضارية هو بيقسمها لك مرحلتين، عصور ما قبل التاريخ دي المرحلة رقم واحد، والعصور التاريخية دي المرحلة رقم اتنين. تاني الراجل بيقسم لك التاريخ كده، بيقول لك هقسمه لك فترتين، عصور ما قبل التاريخ وعصور تاريخية. طب واحدة واحدة كده يا مستر، يعني ايه عصور ما قبل التاريخ؟ قال لك بسهلة، العصور ما قبل التاريخ هي عصور ما قبل اختراع الإنسان الكتابة. يعني ايه؟ يعني يا مستر أنا أكيد مش هعرف حاجة لو هي مش مكتوبة. هل أنا أعرف مين اللي بنى الأهرامات اللي قدامنا دي؟ عارفين الأهرامات دول اللي في مصر؟ تعرفوا الاهرامات دي؟ خوفو وخفرع ومنقرع، صح؟ نعرفها طب سمع. طب انا ممكن اقول لك الاهرامات دي بتاعت عبد الرحمن وابراهيم وباسل، هتصدقني ولا لا؟ لا، ليه؟ لأنه هذا ما تاريخ.
يعني لا احنا سامينا ما عندها تاريخ. ليه 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 يا صدقتنيش ليه؟ لان انت بشيء بسيط كده يا باسل تقول لي لا يا مستر تعال نخش الهرم، ولما تخش الهرم هتلاقي مكتوب جوه ان هذا الهرم تم بناؤه في عهد الملك خوفو، صح؟ ليه فهتقول لي يا مستر بالكتابة؟ الله ينور عليك. يبقى اول حاجه هو بيقولها لك عصور ما قبل التاريخ هو قبل ما الانسان يخترع الكتابه، قبل ما الانسان يعرف الايه؟ الكتابه. انت عرفت العصور دي منين؟ قال لك لا انا ما اعرفش حاجه عنها، انا لقيت شويه بقايا موجوده، قلت اه زي البيوت، معابد، مقابر مش مكتوب عليها اي حاجه، فهذه الحاجات دي انا برجعها لعصور ما قبل الايه؟ التاريخ. يبقى تاني الانسان لما قسم المراحل الحضاريه قسمها مرحلتين، ايه هما المرحلتين؟ مرحله ما قبل التاريخ ومرحله العصور التاريخيه. مرحله ما قبل التاريخ قبل ان يخترع الانسان الكتابه، قبل ان يخترع الانسان الايه؟ الكتابه. ايه المراحل الحضاريه؟ المراحل اللي الانسان نجح فيها في معرفه الكتابه. تاني يا اولاد معايا؟ سامعني؟ ابراهيم، باسل، زياد، زوينة، سامعينك نعم سامعينك. كله تمام. يبقى هنا بقى العصور التاريخية يا مستر العصور اللي بتبدأ بمعرفة الإنسان الكتابة، خلاص الإنسان عرف الكتابة وبدأ يسجل كل حاجة، يكتب كل حاجة، يقول هو بدأ يعمل إيه وما يعملش إيه. ولكن بيقول لك لا استنى استنى استنى، العصور التاريخية دي كبيرة مش صغيرة. هو بيقسمها لك أه بيقسمها لي، بيقسمها لي الايه؟ بيقسمها لي الاربع فترات. تاني العصور التاريخيه دي يا مستر خلي بالك هو هيقسمها لك، هيقسمها لك لاربع فترات، ايه هم؟ عصر الحجر القديم، عصر الحجر الحديث، خلي بالك عصر حجري العصر قديم البرونزي. البرونزي او النحاسي. الله ينور عليك، تقول لي يا مستر يا العصر البرونزي يا العصر النحاسي، اخر عصر بيسموه لك العصر الحديدي. طب ما تصلوا على النبي كده، انت مش قاعد تسمع حجري حجري برونز حديد، كل دي ايه؟ معادن صح؟ واحجار صح؟ اول حجر الانسان عرفه في حياته هو الحجارة الصينية البسيطة. تاني انت دي يا مستر بتسمها لنا بالعصور الحجرية، ايه هي عصور الحجرية؟ العصور دي الانسان كان بيصنع ادواته من الحجارة، يعني كان واول حجر يعتمد على الحجارة. اه تعالى بقى نعرف ايه اول حجر الانسان عرفه. أول حجر اسمه الحجر الصواني، شايف الصورة اللي قدامك دي؟ شايفين كلكم الشاشة باينة للكل واضحة للكل؟ ايه إيه الحجر الصواني ده؟ شكل تشكيله تقدر تشكل عليه، تنحت عليه، تكتب عليه عادي، بسيط، عشان كده بيسمى لك بالعصور الحجرية. يبقى تاني أسأل سؤال تاني يا مستر، المراحل الحضارية اتقسمت فترتين، عصور ما قبل التاريخ قبل ما الإنسان يعرف الكتابة، والعصور التاريخية العصور اللي بتبدأ بمعرفة الإنسان الكتابة. طيب خلي بالك يا مستر إن العصور التاريخية دي متقسمة، أسمع وركز، العصور التاريخية دي عصور إيه؟ متقسمة، متقسمة لإيه؟ عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، عصر برونزي، وعصر حديث. طب يا مستر هما ليه بيسموها العصور الحجرية؟ لأن الإنسان فيها كان بيصنع كل أدواته من الحجارة، وأول حجر، أول حجر الإنسان عرفه هو الحجر الصواني البسيط اللي كان بيقدر يشكله وينقش عليه. فاهمين النقطة دي؟ إبراهيم، باسل، زياد، زوينة، كله فاهم؟ ايوه فاهم. أي حد طيب عنده سؤال؟ زوينة لا انا ما عندك عندي سؤال؟ سؤال زياد عندك سؤال؟ استاذ. انا عندي سؤال، لا تفضل تفضل قول. هل يعني لازم نحفظهن يعني اسامي الاحجار؟ تحفظ؟ لا انت تعرف ان اول حجر، انت ليه مش احنا بنقول ايه العصر الحجري القديم العصر الحجري الحديث او حجر اللي هو الحجارة؟ هو يا مستر كده اول حجر الانسان عرفه اسمه الحجر ايه؟ الصواني. طب هما ليه بيسموه العصر البرونزي؟ اكتشفوا فيه البرونز. ليه بيسموه العصر الحديثي الحديدي؟ اكتشفوا فيه الحديد. بس تحفظهم بالترتيب، اول عصر، ثاني عصر، ثالث عصر، رابع عصر. ما فهمت. فهمت؟ ماشي. مين عنده سؤال تاني؟ طيب تعالوا نخش في اول فترة، العصر يا مستر الحجري القديم،
شايفين الصورة اللي قدامكم دي؟ شايفين الصور دي؟ مش هنا بيقول لك الإنسان اكتشف النار؟ وكاتب لك الإنسان بيعيش في إيه؟ في أكواخ، صح؟ يا ولاد تمام؟ صح. طيب صح. بقول لك تعالى أقول لك على أطول فترة الإنسان كان عايشها. ايه اطول فتره؟ قال لك هو فتره العصر الحجري القديم. الفتره دي فتره كبيره جدا جدا، تمتد لالاف السنين، حوالي 300 ل 400 الف سنه، فتره كبيره جدا جدا يا مستر. وكانت الطبيعه قاسيه. يعني ايه الطبيعه؟ الحياه صعبه على الانسان، الانسان مش قادر يتحكم فيها، الامطار غزيره. الانسان يا مستر في الفتره دي كان كل حياته بيعيش في كهوف، عايش في كهف كده بيصنعه ويعيش داخله. طب وبياكل منين؟ كان بيجمع الثمار من الأشجار أو يصطاد حيوانات أو طيور وياكلها. بس خلي بالك والنبي يا مستر من المعلومة اللي أقولها لك دي. في فترة العصر الحجري القديم الإنسان اكتشف النار. بص معايا كده، في فترة العصر الحجري القديم الإنسان كان قاعد كده وكان معاه حجرين، حجرين كده كان مع عملية الاحتكاك ما بينهم طلعوا نار. وخلي بالك ده أضخم إنجاز بشري في الفترة دي. يعني اكتر حاجة الانسان توصل لها في العصر الحجري القديم ان هو اكتشف الايه؟ النار. يبقى تاني، اول عصر بيتكلم لك عليه بيتكلم لك على عصر الحجري القديم، اطول فترة في تاريخ الانسانية، الاف سنين، فترة كبيرة جدا جدا. الظروف الطبيعية كانت صعبة جدا جدا على الانسان. الانسان يا مستر كان بيعيش في كهوف في الفترة دي واكتشف النار، اكتشف النار، وده اعظم انجاز بشري. الأكل بتاعه كان بيجيب الثمار من الأشجار، يصطاد حيوانات وإيه؟ وطيور. فاهمين النقطة دي؟ فاهم ستيب. فاهمين النقطة دي؟ كله فاهم؟ إبراهيم، زياد، زوينة، جورية. طيب إيه العصر التاني اللي بيتكلم عليه؟ هو اسمه العصر الحجري الحديث. بيقول لك في العصر الحجري الحديث بقى ايه اللي حصل؟ قال لك لا، العصر ده بدأ يكون فيه جفاف. يعني ايه يا اولاد كلمة جفاف؟ يعني عدم سقوط امطار. انت كنت لسه بتقول يعني يا قلت السحب والأمطار. الله ينور عليك، ايه الحلاوة دي؟ صح، انت كنت لسه مستر بتقول لي في العصر الحجري القديم ان في امطار، والانسان بيشوف الامطار دي ويبدأ يستفيد منها في الشرب بتاعه او يزرع بيها شوية اراضي. لكن في الفترة دي يا مستر كان في جفاف وقلة الامطار، وهنا الانسان الله عايز مصدر للميه، محتاج ميه، احنا كلنا بنعيش من الميه. الانسان قرر بقى ان هو يروح يعيش على ايه؟ على ضفاف الانهار، جنب الانهار. ولما عاش جنب الانهار عرف الزراعه، قال لك انا ولا اروح يمين ولا شمال، ادي النهر جنبي، الميه جنبي، وادي الارض الطينيه جنبي، اقدر ازرعها. طيب بقى في الفتره دي الانسان عرف الزراعه واستأنس الحيوانات. يعني استأنسهم؟ مش انت كنت بتقول لي يا مستر في العصر القديم الإنسان كان بيصطاد الحيوانات وياكلها؟ صح؟ قال لك ما أربيها بقى، أربيها وأقدر أعيش معاها. ليه؟ عشان تكتر وأبدأ أستفيد بيها، وإن كان في بعض الحيوانات الإنسان بيستخدمها معاه في مجال الزراعة. يبقى في الفترة دي، في فترة العصر الحجري الحديث، حصل جفاف، قلت الأمطار، الإنسان راح يعيش جانب الأنهار، يعيش جنب النهر. ولما عاش جنب النهر يا مستر عارف الزراعة وبقى يستنقذ بعض الحيوانات. وهنا حياة الإنسان حياته اتغيرت من التنقل والترحال إلى الاستقرار. خلي بالك في الفترة دي حياة الإنسان اتغيرت جدا جدا، من تنقل وترحال، قاعد يروح من منطقة لتانية من منطقة لتانية، إلى مرحلة اسمها مرحلة الاستقرار. بقى عارف موطنه فين، يعيش جنب إيه ويعيش جنب الإيه؟ الأنهار. ودي تاني فترة من فترات العصور التاريخية. الفترة الثالثة اللي هو هيوصفها لك هو فترة العصر البرونزي، أو يقوله لك هو العصر النحاسي. العصر البرونزي أو العصر النحاسي هو ليه سموه بالاسم ده؟ طبعا لأن تم اكتشاف فيه معدن اسمه معدن إيه؟ النحاس. في الفترة دي أو في الفترة الزمنية دي الإنسان اكتشف معدن النحاس،
واحنا يا اولاد كده عارفين ان معدن النحاس سهل انصهاره، سهل ان انت تشكله. في الفتره دي الانسان بدا يضيف حاجه على النحاس. ايه الحاجه اللي الانسان ضاف على النحاس؟ اسمها القصدير. تاني اركز في النقطه دي تاني، انت بتسمولي بالعصر البرونزي او تسمولي بالعصر النحاسي. ليه انت سميتهولي كده؟ قلت لي لان الانسان اكتشف فيه معدن النحاس. في الفتره دي الانسان عرف النحاس. ويا مستر النحاس كمعدن سهل ان انا اشكله واعمل منه ادوات بتاعتي، ولكن احنا عايزين نخلي النحاس اكثر صلابه، يكون اقوى شويه. عملوا ايه؟ ضافوا عليه حاجه أستاذ، اسمها القصدير. قول. ندمجه مع القصدير. ندمجه صح، مزج يعني دمج معاه، ضافوا عليه قصدير فبقى اكثر صلابه، وهنا عرف معدن البرونز. البرونز هو ايه؟ هو اضافه النحاس على القصدير، وهنا بقى اكثر صلابه من ايه؟ من النحاس. وبداوا يصنعوا منه ادواتهم واسلحتهم. يبقى تاني العصر الثالث اللي هو بيتكلم عليه بيقول لك هو العصر البرونزي او العصر النحاسي. ليه؟ الانسان في هذه الفتره اكتشف معدن النحاس وقال لك بس ده معدن سهل انصهاره، اشكل فيه اعمل منه اواني فخاريه، اعمل منه اسلحه، اعمل منه ادوات. ولكن كان عايز يكون المعدن ده يكون اكثر صلابه، قوي شويه. ضاف لي او دمج لي القصدير، وهنا طلع معدن اسمه معدن الايه؟ البرونز. وبدا بمعدن البرونز ده يصنع بيه ادواته واسلحته. طب في الفتره دي يا مستر الانسان عمل ايه؟ قال لك في الفتره دي عرف البرونز، كمان استخدم الكتابة، بدأ يسجل ويدون كل حاجة بتحصل حواليه. كمان استخدم الطوب في البناء، وأول طوب الإنسان استخدمه هو طوب اسمه الطوب اللبني. أول طوب الإنسان استخدمه في البناء اسمه الطوب الإيه؟ اللبني. كمان بدأ يستخدم الخشب في صنع الأساس بتاعه، سواء المقاعد أو المجالس، بدأ يقطع الخشب من الأشجار ويستخدمها في الأساس الخشبي بتاعه. كمان في الفترة دي تقدمت بعض العلوم، زي ايه؟ زي علم الحساب، زي علم الهندسة، وزي علم الايه؟ الفلك. يبقى تاني كده مستر اعمل تذكرة بسيطة كده، انا عندي المراحل الحضرية انقسمت لفترتين. المراحل الحضرية انقسمت لفترتين، فترة ما قبل التاريخ. يعني ايه يا مستر ما قبل التاريخ؟ قبل معرفة الانسان الكتابة، قبل ما الانسان يعرف يكتب. والمرحلة الثانية بسميها مرحلة العصور التاريخية. إيه هي مرحلة العصور التاريخية؟ هي مرحلة كده الإنسان اخترع فيها الكتابة وبدأ يسجل كل حاجة. قسمها لك لكم مرحلة؟ لأربع مراحل: عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، عصر برونزي أو يسموه لك عصر نحاسي، وعصر حديثي. العصر الحديدي وده بيكون آخر العصور عندنا، الإنسان اكتشف فيه معدن الحديد. هذا المعدن بدأ يستخدمه في العديد من الأدوات، أزال بيه بعض الغابات وبدأ يعمل منه أدوات الزراعة. الآلات الزراعية بدأ يعملها من الحديد. ولكن عايز أعرفك معلومة في هذا العصر، هو أنت دلوقتي لما تيجي تنزل تشتري حاجة بتشتريها بإيه؟ لو احنا رايحين ماركت او رايحين المول عشان نشتري حاجه بناخد معانا ايه؟ بالمال بفلوس صح؟ ابراهيم، زياد، جوريه، زوينه. طب ما مستر هو زمان كان فيه فلوس؟ لا زمان ما كانش لا فيه فلوس يا مستر. اه امال بيبيعوا ويشتروا ازاي؟ زمان كان في حاجه اسمها المقايضه. قاعد انا وزياد كده مع بعض، زياد عنده تفاح وانا عندي موز. زياد قال لي ايه؟ طب استبدال حضرتك ايه استبدال استبدال تمام. اه اسمها بقى ايه؟ اسمها المقايضه. زياد، زياد قال لي خد يا مستر ايه كيلو تفاح وهات كيلو موز. انا ما اديتش زياد فلوس ولا زياد اداني فلوس. اه بس عملنا حاجه يعني اسمها أستاذ، المقايضه. قول. يعني مبدل، يعني مثلا اه أعطيه استبدال. الله ينور مع بعض صح. انت دلوقتي بتزرع قمح وانا بزرع رز، نيجي نبدل مع بعض. ما انا اكيد بقى مش محتاج رز، اجديك شويه قمح وانت تديني شويه ايه؟ رز. دي بقى اسمها ايه؟ اسمها المقايضه. ولكن بيقول لك خلي بالك في العصر الحديد، في العصر الحديدي اللي حصل في العصر الحديدي قال لك ان بدا يستخدموا النقود بدلا من المقايضه. هنا عرفوا النقود وبداوا يصنعوا النقود.
ويستخدموها بدل من ايه؟ من المقابل. فالتجارة بدأت تزداد أكتر وأكتر، وبدأوا يصنعوا سفن وظهرت المدن الإيه؟ التجارية. يبقى تاني لو جيت سألني سؤال كده في الامتحان بيقول لي متى بدأ استخدام النقود؟ إمتى بدأت تكون في نقود؟ أقول له في أنهي عصر؟ في العصر الإيه؟ الحديدي. سهل الدرس ولا صعب؟ سهل جورية إبراهيم سهل طب صل على النبي كده، انا في دقيقتين هلم لك الدرس ده تاني، هديك المعلومات بتاعته. الدرس الاولاني عندك في المنهج بيتكلم على ايه؟ على الحضارات التي قامت في الوطن العربي. بيقول لك اول انسان، الانسان اللي ربنا خلقه اداله مستين، ايه هما المستين؟ هو عقله عشان يبدا يفكر بيه، وايده اللي يقدر يشتغل بيها. الانسان في بدايه حياته كان بيحتاج اكل وشرب وملبس. طب بيعمل ايه عشان يسد احتياجاته؟ قال لك كان بيجمع الثمار، يصطاد حيوانات، يبدا ياخد جلد الحيوانات من اجل ان هو ايه؟ يلبسه. ولكن مع تطور الزمن بدات احتياجات الانسان ايه؟ تكتر، فبدا يتعاون مع الناس عشان يكفي احتياجاته. وهنا ظهرت لي حاجه اسمها الحضاره. تاني يعني ايه حضاره؟ الحضاره هو كل ما يقوم به الانسان، اي حاجه بيعملها الانسان من اجل سد احتياجاته عشان بس يوفر ايه؟ احتياجاته. سواء الحاجه دي ماديه، قلت لك ماديه يعني ملموسه، يعني الموبايل او اللابتوب اللي انتوا قاعدين قدامه ده جزء من الحضاره. اه اللابتوب اللي انت قاعد عليه او الموبايل اللي انت ماسكه ده جزء من الحضاره. مادي، مادي يعني ايه؟ ملموس، حاجه انت ماسكها صح. مين اللي اخترعه؟ الانسان صح. صح اه هي دي بقى كلمه الحضاره. صح الحضاره هو اي حاجه الانسان بيعملها من اجل ان هو بيشبع ايه؟ احتياجاته. طب يا مستر المراحل الحضاريه، المراحل الحضاريه مقسومه نقطتين. ايه هما النقطتين؟ عصور ما قبل التاريخ، يعني ايه ما قبل التاريخ؟ قبل عصور معرفه تاريخية. الانسان، وعصور تاريخيه. عصور ما قبل التاريخ قبل معرفه الانسان الكتابه، يعني يا مستر كان لسه الانسان جاهل على الله حكايته، مش عارف هو بيعمل ايه. المرحله الثانيه هي العصور الايه؟ التاريخيه، تاريخية اللي هي التاريخية، اللي هي العصور بقى ايه؟ العصر الحجري القديم، عصر حجري حديث، العصر البرونزي او النحاسي، والعصر الايه؟ الحديدي. واحدة واحدة كده. العصر الحجري طبعا هي عصور حجرية لان الانسان عارف فيها الحجارة، واول حجر الانسان عرفه الحجار الصواني عشان كان سهل تشكيله، وبدأ يستخدمه في تشكيل ايه؟ ادواته. في العصور الحجريه القديمه الانسان دي اطول، خلي بالك العصر الحجري القديم هو اطول الفترات، العصر الحجري القديم هو اطول الفترات اللي عاشها الايه؟ الانسان. في الفتره دي الطبيعه كانت قاسيه جدا جدا على الانسان، كان بيعيش في الكهوف. ولكن خلي بالك في الفتره دي يا مستر الانسان اكتشف النار. خلي بالك في العصر الحجري القديم اعظم انجاز الانسان عرفه هو اكتشاف الايه؟ النار. طب في العصر الحجري الحديث يا مستر الجفاف حل، الامطار قلت، فالانسان راح يعيش جنب الايه؟ الانهار. ولما راح يعيش جنب النهر عرف الزراعه